السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة شاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحتين 16 و17 من كتاب لو شومان دي لاتر المستوى الرابع ابتدائي. درسنا اليوم هو لا فراز، الجملة، درس ديال الجرامير. الجملة لا فراز عندها ثلاثة ديال الشروط، هي مجموعة من الكلمات. أول شرط هو أن يكون عندها ماجيسكيل في الأول ديالها، يعني حرف كبير في الأول ديالها، ويكون عندها نقطة في الآخر ديالها، ويكون عندها معنى. إذا هادو ثلاثة الشروط، ماجيسكيل، بوان في الآخر ديالها، ويكون عندها ان سونس، يكون عندها معنى. واضح؟ جوبسيرف اي جو ديكوفر، ألاحظ وأكتشف. هنا قال لك أو سو تخوف لو ماروك، أين يوجد المغرب؟ إل سو تخوف دون لو نور دو لافريك، هو يوجد في شمال إفريقيا. C'est un pays carrefour. هو بلد ملتقى الطرق، يعني يعني تلتقي فيه افريقيا مع اوروبا، وعنده جوج بحور، البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي. داكشي اش قالك؟ C'est un pays carrefour. Carrefour هو داك ملتقى الطرق. هنا السؤال الاول، دو كيل بيي بارلو تون؟ اين بلاد كنهضروا عليها؟ اون بارل، تقول اون بارل دو ماروك، نتحدث عن المغرب. نقلك جو شيرش لا فراز كي كونتين لا ريبونس ا سيت كيستيون، قالك ابحث عن الجملة التي تتضمن جوابا على السؤال، السؤال ديال او سو تروف لو ماروك. ها هي الجملة الثانية، اي سو تروف دون دون لو نور دو لافريك. اذا شنو نقولو؟ لا دوزيام فراز، je cherche la phrase qui contient la réponse à cette question. Il y a la deuxième. La deuxième. Voilà. Thomas, je recopie les deux autres phrases. Nous donc juge Jumal Khorin. Jumal Khorin, où se trouve le Maroc? الجملة الثانية هو سيت ان بيي كارفور، إنه بلد ملتقى الطرق. كارفور. هنا جاناليز قالك كومون لا بخوميييغ لاتر دو شاك فراز إتيل إكريت، كي دايرة مكتوبة الحرف الأول من كل جملة. Elle commence, yani comment la première lettre de chaque phrase, la première lettre est majuscule. Et la deuxième lettre, le mot, est majuscule. Mais la lettre, le mot, là, كبير. Et tu m'as dit, on a oublié. Et la lettre O majuscule, I O C. هنا par quel signe de ponctuation les phrases se terminent-elles؟ بأين علامة من علامات الترقيم كيكملوا هاد الجمل؟ تبعوا معايا باش كيكملوا، لاحظ معايا هنا. هنا شنو كاين؟ ان بوان دانتيروغاسيون، ان بوان، ان بوان ديكسكلاماسيون. الأساس هو أنها كتسالي بنقطة، وهذه هي الجملة، الجملة ديما كتسالي بنقطة، سواء كانت نقطة التعجب أو نقطة الاستفهام أو نقطة. إذا par quel signe de ponctuation نقولوا ان بوان point d'interrogation باش بعد ديال الجمله الاولى interrogation ثم موراها ان بوين ان بوين نقطه ثم موراها ان بوين d'exclamation علامه التعجب d'exclamation واضح ثم قال لك دو كومبيان ديليمون شاك فراز سو كومبوز تيل بشحال من عنصر كتكون كل جمله دو كومبيان ديليمون شاك فراز سو كومبوز تيل اذا نشوفوا لي زيليمون بحال دابا هادي 1 2 3 4 5 د الكلمات 5 مو هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 هنا 1 2 3 4 اذا كل جمله كتكون من مجموعه من الكلمات واضح شاك فراز سو كومبوز
Chaque phrase se compose d'un groupe de mots. واضح دابا ندوزو السؤال الموالي السؤال الموالي كومون ابيلتون سي زيليمون شنو كنسميو هاد العناصر شنو كنسميو هاد العناصر هاد العناصر اللي كيتكون سو سون دي مو كلمات هنا قالك جو كومبار سي دو غروب دو مو كنقارن هاد جوج مجموعات ديال الكلمات بصح هنا لو ماروك سو تروف دون لو نور دو لافريك المغرب يتواجد في شمال افريقيا وهنا سو تروف دو لافريك لو ماروك دون لو نور ها هما نفس الكلمات ها سو تروف هي هنا دو لافريك هي النت كاينه الفوق لو ماروك ها هو هنا دون لو نور ها هو هنا اذا نفس الكلمات ولكن هذه عندها معنى وهذه ما عندهاش معنى لو ماروك سو تروف دون لو نور دو لافريك المغرب يتواجد في شمال افريقيا وهنا يتواجد ديال افريقيا المغرب في الشمال ما تفهمهاش اذا شنو الاساس شنو باغي نوصلوا لك كيوصلوا لك بان الجمله هي مجموعه من الكلمات ياك ولكن خص يكون عندها معنى ماشي تحطها مخربقه خص يكون عندها معنى باش تشكل لي جمله بحال هذه ماشي جمله هذه جمله ولكن هذه ماشي جمله وشرط اخر خص تكون باديه بماجيسكول لا فراز باديه بحرف كبير وتكون مثاليه بنقطه واضح اذا كو ماك تو شنو كتلاحظ نقولوا لا دوزيام فراز الجمله الثانيه فراز الجملة الثانية n'a pas de sens ما عندهاش معنى n'a pas de sens لأن غير خربقنا الترتيب ديال الكلمات ما بقاش عندها معنى إذا الخلاصة شنو هي؟ قالك لا فراز إت أن غروب دو مو قالك الجملة دابا حنا كندرسوا الجملة بغينا نعرفوا شنو هي الجملة الجملة هي مجموعة من الكلمات كي فورم أن سونس كومبلي اللي كتشكل لي واحد المعنى كامل داكشي علاش كنقولوا في العربية الجملة المفيدة يعني خاصها تعطي تفيد معنى Elle commence, hein, toujours par une lettre majuscule. Elle se termine ou par un point. Ou point d'interrogation, ou un point d'exclamation, la civilisation marocaine est riche. Point. La civilisation marocaine est-elle riche? واش هنا الحضاره المغربيه غنيه ثريه هنا الحضاره المغربيه واش المغربيه واش ثريه هنا بوان دانتيروغاسيون وهنا كو لا سيفيليزاسيون ماروكان ريش هذه علامه التعجب واضح ندوزو دابا للصفحه 17 شوف التطبيقات الكتابيه هنا قال لك جو مونترين اتدرب Je barre les phrases qui n'ont pas de sens. Je tape là le jumel, les mains d'homme, je mène. Hena la, u, Maroc, du, Rabat, capitale. Mende, je mène. Tumma, hena. La musique andalouse est très ancienne. La musique andalousia, qadim et jitte. Bien. Hena, la cuisine marocaine est connue dans le monde entier. Al matbakh maghribi, ma'rouf fil alam bi asri. Jumla, hena, mène. وباديه بماجيسكيل ومساليه بنقطه لا سيليبر صحراوي دونس اي ماروكان قدره اون ما عندهاش معنى واضح ندوزو للسؤال الثاني قال لك انديك لو نومبر دو فراز دون لو تيكست سويفون قال لك بينا العدد ديال الجمل في هذا النص قلنا اول حاجه قلنا بان الجمله كتبدا بماجيسكيل وكتسالي بنقطه وعندها معنى ها ماجيسكيل بدات هنا ياك وسالية بنقطة هنا وعندها معنى جو سوي دو لا ريجيون دو فاس مكناس أنا من منطقة فاس مكناس ها التانية تبدا هنا سي دو فيل أبغيت بوكو دو مونيمون هيستوريك هاد المدينتين بجوج يأوون ولا يضمون بزاف ديال المآثر التاريخية ها التانية وقفت هنايا بدات ماجيسكول هنا وكملت هنا هاد الثانيه كملت هنا هنا ال سون هي باديه ثاني هذه ماجيسكول ال سون كونو اوسي بور لارتيزانا اي لا ميوزيك هم معروفين ايضا
بالصناعه التقليديه الارتيزانا اي لا ميوزيك والموسيقى. اذا شحال كاينه من الجمله؟ كاينه ثلاثه الجمل. الاولى باديه هي هذه، الثانيه باديه من هنا ومساليه هنا، الثالثه باديه من هنا ومساليه هنا. اذا عندنا 3 فراز. واضح؟ نمر الان السؤال رقم 3، نشوف شنو مطلوب منا. قالك جو ريكوبي لي فراز اي جو ريبلاس لي ماجيسكول اي لي بوين. قالك نقول هاد الجمل ونحط نحط لي ماجيسكول و البوين والنقطه. اذا هنا notre pays conserve les vestiges des plus grandes civilisations. المعنى هو تحافظ بلادنا على بقايا لي فيستيج، هما البقايا هما الاطلال دي بلو غران سيفيليزاسيون ديال اعظم الحضارات. كتحافظ على بحال مثلا مدينه وليلي، كتمشي كتلقى بان كاين الاطلال والبقايا ديال لي فيستيج، البقايا ديال الدوله الرومانيه، بان الرومان كانوا كيسكنوا في مدينه وليلي حدا مكناس. اذا قالك بلادنا كتحافظ على دوك البقايا ديال الحضارات القديمه والعظيمه. اذا نوتر، نبداو بنوتر، نديرو ان ماجيسكول. Notre pays conserve les vestiges des plus grandes civilisations mouannes. سيفيليزاسيون. وهنا كنديروا نقطه. اذا هذا هو المهم كاع عندنا هنا، هو هاد النقطه وهاد الماجيسكيل والجمله عندها معنى. نشوفوا هنا ما فيل سو تروف دون لو سود دو بيي، مدينتي توجد في جنوب المغرب. اذا نبداو بام، ما فيل سو تروف dans le sud, yani في جنوب المغرب, le sud du pays. وكنديرو النقطة ديالنا، أهم حاجة الماجيسكيل هو النقطة، والجملة عندها معنى بطبيعة الحال. دابا ندوزو جو مي فالي، جو مي فالي الفوق، نشوفو شنو طالب منا. قالك جو رومي اون اوردر les mots pour obtenir des phrases correctes. Donc, نرتب هاد الكلمات باش نحصل على جمله صحيحه. هنا de leur région les enfants هنا parle عن منطقتهم الاطفال يتحدثون. اذا شنو نقولوا les enfants ندير ماجيسكول هي الاولى les enfants الاطفال يتحدثون parle de leur عن منطقتهم de leur région. ندوزو هنا عندنا se trouve la tour Hassan Araba. اذا باش نبداو la tour Hassan la تاني ديرها ماجيسكول la tour Hassan se trouve à Rabat. واضح. دابا ندوزو السؤال الاخير. الاخير قالك جو ريكوبي لو باراغراف اون ريميتون لي ماجيسكول اي لي بوين. قالك نقول هاد الجمل هاد الفقره عفوا باراغراف الفقره اون ريميتون ونحط لها لي ماجيسكول اي لي بوين، نحط لها النقط و دوك الحروف الكبيره. اذا باش نبداو بالسي C'est une ville très ancienne. إنها مدينة قديمة جدا. هنا نحطو نقطة. الجملة الأولى كملت. دابا نبداو الجملة الثانية. Elle إذا نوقفو هنا. Elle fut ديرو L تاني E ماجيسكول. Elle fut appelée, يعني كان اسمها كان تسمى appelée Mogador، كان سميتها
مغادور. شكون اللي كان كيسميها مغادور؟ هما البرتغاليين. بار لي بورتوغي. بار لي بورتوغي. لأن هذا ستان نون بروبر خصنا نديروه ماجيسكيل. خوصت الجملة خصنا نديرو هذا ماجيسكيل لأنه اسم ديال بلاد. هنا غنوقفو نقطة. علاش؟ لأن بدينا جملة أخرى. سا مدينة. سا مدينة ضروري نديروها ماجيسكيل. سا لأن بدينا جملة أخرى. سا مدينة إي انسكريت. المدينة القديمة ديالها مسجلة كتراث عالمي. اي انسكريت دون لو باتريموان. كولتوريل مونديال. التراث الثقافي العالمي. مونديال هنا نديرو نقطة. نقطة النهاية. إذا شحال كاينة من جملة؟ الجملة الأولى بدات من هنا وسالت هنا. الجملة الثانية بدات هنا وسالت هنا. هاج الثانية. والثالثة بدات هنا وسالت في الأخر. واضح؟ إذا هنا كملنا الدرس ديالنا ديال الغامير لافخاز. إلى اللقاء.